تسيبهم هناك من هنا لحد ما المذكرة تخلص الكودنا هنثبت بعنوان اسمه Affirmation Receptor يعني هنقفل بقى الريسبتور احنا عندنا في الريسبتور تبع الريسبتور أنت خلاص شو معنى أنت بروكر أنت بروكر ألفا أدرينو ريسبتور بروكرز لما نيجي يا جماعة نظبطها أو نقسمها دي برضه المقدمة الأولانية دي بيقسموها إلى ثلاثة نمرة واحد في نون سيلكتيف ألفا بروكرز يعني إيه يا جماعة نون سيلكتيف يعني ده هو فيه ألفا واحد وألفا اثنين وألفا ثلاثة ألفا ثلاثة ألفا واحد وألفا اثنين بس نون سيلكتيف ألفا بروكرز في أدوية تانية بتقلل ألفا واحد بس سيلكتيف سيلكتيف ألفا واحد في أدوية بتقلل ألفا اثنين بس في أدوية جماعة بتقلل ألفا أنا هعمل إيميليشن كنترول أسماء أدوية يعني بس هو أسماء جماعة هو دلوقتي عاملين زي مين حاولت أجيب واحد دلوقتي بعد كده هنعمل إيه نون سيلكتيف ألفا بروكر مجموعة الإيربو هي مجموعة الأنترايز بس ده تاني اسمه فينوكسي بنزين واحد واثنين اللي هو كان مفروض حد ثلاثة فينوكسي بنزين الفينتولامين زيه بالظبط التولازمين كتابات بسيطة حتى ما تقولها في الشرح هم دول يا جماعة النص اللي انت حاطه دول غير الكونتراويدز حرف الاس هم مجموعة وهي تبع الأدوية فينوكسي بنزين فينتولامين اند تولازمين سيلكت ألفا 1 بلوكر أهمهم على الإطلاق لحد 2015 برازوسين ربنا قدر إن شاء الله برازوسين سيلكت ألفا 1 بلوكر ليه بدايل يا جماعة؟ برازوسين ده معناه بريشن أنا ما كان فيه علم معين هنديله له بدايل البدايل تنتهي تقريبا بنفس المقطع يعني تيرازوسين دوكسي ممكن استخدم افكر استخدم البيست عندهم بروستاتيك هايبرتنسيا
عندهم الدنيا مقبولة ممكن استخدم ألفا بلوكر وريلاكس سفينك أب رينال هامش ريلاكس بيز ريلاكس سفينك استنى الريلاكس خدوا بالكم يا اخواتنا من الفا 2 ريسبتور لو عملت له انهبيشن هيديني حاجات عكسية يعني مش الفا 2 ده بص كده فوق على الفيديو الفا 2 ستيميوليشن كان بيعمل ايه؟ بينهرب السنتات الفا 2 بينهرب الكلاسيكيز طب انا هعمل الفا 2 بالعكس سنتاتيك ستيميوليشن سنتاتيك الفا 2 هيزيد هيزود ان هو الادرينالين ريليز هو الفا 2 كان بس سنتاتيك يعني مش سنتاتيك زي ما كان كده الاثنين الفا 2 ادرس بس كان سنتاتيك الجملة يا اخواتنا الأخيرة والهبدة الأخيرة دول مهمين في العمل، واحنا قلناها قبل كده. هل تعرف حضرتك إن الأرض دول كان ممكن تعكس الهايبر تنشن بتاع الأدرينالين تقريبا اللي فات؟ عارفينها صح؟ أنا بقول لك الأدرينالين بيعمل إيه في الهايبر تنشن؟ لما بنحط الأرض دول إيه اللي هيحصل؟ الأرض دول هتحكي في الأرض سيمبل هتحكي في الأداء أنماص إيه يعني. فبالتالي لما نستخدم أدرينالين يحصل فرص الأدرينالين وهيبقى الموضوع ده. سبب حتى إيه؟ ريفيرسال او كده بنسميها لك ايبينفرين ريفيرسال يمكن الكلام المكتوب هتبقى برضه بروح كده عشان افسر لك بس المنطوق بتاعه ايه بيقول لك ان هو المنطوق ده كونفيرت بريسون افكت ايه بريسون افكت اللي هو هايبر تنشن بريسون اللي هو الماسل كونستريكت افكت بتاع الادرينالين بتخليه ديبريسون بتخليها ديبريسون بتخلي هايبر تنشن ايش يا رب حد ده يا جماعه ده اسمه ديفاين ده كان اول واحد مكتوب في الالفا 1 اجونس الفا 1 اجونس كان يستخدم في الطب ثلاث استخدامات ميزه ديكوبريشن بيدك عليه ده يعمل سيزون اطراف فمتوقع ضغط لو في عيان خد ديفاين 2 الضغط هيزيد صح؟ جيت ضغط زاد ده مؤثر على اطراف لو جيت جبت العيان ضغط ديفاين 2 ده ممكن يجيب ضغط يعني تقدر تقول يا دكتور ان عكس الانتشن ده عكس بدل دي يعني تمنع يعني تمنع هايبر تنشن او البريسف بتاعك زي الجيم زي يا جماعه بتعكس الانتشن بتاعك الفا بلوكر بتمنع او بتمنع الهايبر تنشن بتاع الدمايل في الوسط اللي انت بتفكر حتى دلوقتي كلام سهل نخش بقى عشان الدواء نتكلم عنه وكان الصفحه يا جماعه اللي جايه دي ما فيش مصدر هي دي التوقيت دول مشهور عنهم لكن مثلا كتابه ما جاش قبل كده بيقول لك شغلات فيه عندي كلام سهل جدا الدواء الاولاني اسمه فيلوكسي بنزل اول كلمه مكتوبه انه عباره عن ايرفيزل لو عايز تستزيد في العلم يعني ايرفيزل خدوا مكتوب كده هانس الليكت الاطول خلينا نفسر بقى جوه ايرفيزل هانس الليكت خلينا نفسر هانس الليكت هانس الليكت الاطول يعني ايه الاطول واحد اطول هانس الليكت طب بيقفلهم وينفع يشتغلوا تاني؟ لا ما ينفعش. بعد كده بيقول لك ده حلو لوكس ديوريشن زي منطقي. يعني هو مسك مش هيسيب لحد ما الجسم يصنع ريسبتور. وكده يتمتع بعود على الاقل الاقل. فانت عرفت دلوقتي اول ما عرفت ميه الجسم زي لوكس ديوريشن مش معنى ان طبيعه الميكانيزم دلوقتي بتاعت الدير بيبقى زود. منطقي بيبقى زود. وبالتالي بيحصل عدد لوكس منطقي لان بيقولوا سعادة أكثر أفضل. ماشي تعالى كده ندخل في عملية الأرض واحد وستة حتى لو ما حدش الكلام الأرض واحد وستة في الأرض وستة سواء كان من الرايز باص ولا باص ولا أي حاجة يعني من الأرض وستة ولا يبقى بس صعب إنك تعمل كده في عرس معين طب ده في حاجة هنا يا جماعة مهمة جدا في بحث عن الدواء ده أساسا بيحصل منه سيفير تاكي كارديا لسببين أنا هقول لك سبب دلوقتي قبل ما أخلص
سنة دلوقتي ده يا اخوانا لما يمكن اكتر واحد في الجسم كله يعني السكين برضه زي ما عارفين يا جماعه عن ميديسن؟ عارفين مين هايبر تنشن والفيكس بريد؟ برضه سيكتور الفيكس بريد بيحصل يعني نفس القصه بس هيحصل هايبر تنشن والفيكس بريد. في دواء اسمه فيلوين موبايل كان بيسبب حاجه. انا هقول لك ان ممكن يحصل منه تاكي كارديا ايه سببها التاكي كارديا دي؟ سببين بس سبب اولاني. ايه هو السبب الاولاني؟ انه يعمل سبب هايبر تنشن. هايبر تنشن ده يعمل سبب برضه سيكتور في سبب ثاني يا جماعه التيكي كارديا اهم من السبب ايه هو بقى؟ ركز معايا شفت كل دلوقتي في الوقت الجديد ده خمس ليك في خمس يعني حقيقه كل الاوتوفيكس خمس واحد الوقت فيه طب وانت مش عارف ان في حاجه اسمها بري سايلابتيك اوتو سيستم وظيفتها هي دي لما تشتغل ايه اللي يحصل؟ ان هو انت مش شايف البيس حاجه مش كده بقى طب ما هو الدواء ده خمس ليك في الترا بلوكر يعني حقيقه حقيقه الترا 2 برادرينالين لما يزيد يا جماعه الدون ادرينالين يبدا يشتغل في التخفي خلاص استنى حاسس هو كان ممكن يسد اصلا في الكلام اوريدي الاصل مقوله هو ناقص ليه اتاك الاصل في الاسم بس كده لقيت لسه انت عملت ايه؟ اديت دواء زود الدون ادرينالين وقفلت له الغلطه خليته يشتغل بكل قوته ناحيه اليمين انت مش عارف ان اهم من الريسبتور في كده السواحل اللي موجود فيه وهو بيعمل الغلط زود كل قاعدة الفرونس بتاعته ده السبب الثاني يا اخوانا لما تشتري كارت الدم مكتوبه في السطر اللي الاخير او قبل موضوع التاكي كارت العنيفه اللي بتحصل من الجيوب زي الزليل ده ليه سبب السبب الاولاني هاي بوتنشال والفيكس تكتوري السبب الثاني والاهم هو بيعمل انتريشن في البري سينابتيك الكاتوس مكتوبه كده ويز سبسيكوانت انكريز الفورم ولا هيزيد ولا انك هيزيد اوريدي قبل الالفا فخليته يشتغل على التارجت لما يشتغل على التارجت الاولاني يعمل لي تاكي كارديا ممكن موضوع الكارديا ابعد من تاكي كارديا زي ما كان حصل في تاكي كارديا ايز ان ريسك ايز ان انجايت ايز ان فرج سكيبنج ده يا جماعه الكلام اللي على الجينوكس للزميل خاص بيكونوا الفا نراجع كده مع بعض هو الريفرسال بيقعد فتره طويله لحد ما تسكت صنع على سكه التكنيك ده بيقعد 24 ساعه في الكلام يقفل كل الالفا ريسبتور الصف الأخير ده يا جماعة ممكن نكتب قبل كده باي ذا واي. باي ذا واي يعني إيه على فكرة؟ على فكرة عايز أقول لك معلومات تانية عن الجلوكوز الزميل مالهاش دعوة بكون غلطة بكون حاجة تانية. طلع يا جماعة الدواء ده أنتي هيستاميك. وطلع كمان بيقفل السيريزيم سيمبل. وطلع كمان أنتي مسترين. طب إيه يا دكتور؟ علاقة الكلام ده باللي إحنا بنقوله ما شاء الله. هو الدواء ده اصلا الفا بلوكر لكن لما اتدربت طبعا انه ممكن يقفل كمان ثلاثه ريسبتور يقفل الاستابيو سيستم يقفل الاستابيو سيستم يقفل المصدر طب يا جماعه لما نيجي نقارن الاكسس بتاعت الاخيره دي في الفا بلوكر انهي اهم وانهي اقوى؟ لا هو اساسا مصمم في منهجي كالفا بلوكر بمعنى ايه؟ لما نيجي يا جماعه ندرس انهي استابيلينج مش هنقول استابيلينج الاكشن لا يوسف يعني ليس بالقيمة لكن كلمة كل هينتج منه حاجة يعني هيحصل اكشن يعني مش قوي لكن هو كلام مكتوب ان هو قال يستخدم قال يستخدم تعرف بس الكلمات كده الطبية دواء بيقيم الصرف في الجسم كله ممكن استخدمه في ايه؟ استخدامه لأي حد في مجال يكون له مسجل في دواء عارفين يا جماعة تمام صح؟ اسمه الفا تايم كان في قطر تراب يقلل تصنيع الكاتب ولا مين في حالات الفيبروزاتوما نظرا لان الوحيد اللي بيأثر على الاربعين الدواء ده يا جماعه بيعالج اثار الفيبروزاتوما يعني انت عندك ايه؟ عندك عايز تطلع كاتب ولا مين كتير وعامل لسه انت هتبقى اوفر اكتيف تمام بدل ما اقلل التصنيع لا الفيبروزاتوما نفس الثلاث جمل اللي انا قلتهم في الابطال فات تلوزين حرام الناس حد فاكر يا جماعه الابطال فات تلوزين بيستخدم في حالات الفيبو مزومة في ثلاث مواضع صح؟ الموضع الأول لو عيان داخل يعمل عملية أنا اللي هيعمل العملية خلال أسبوع بديله ألف وخمسمية تلوزين
ليه؟ تو نورماليز الريشيو يكون سيتي يكون اساسي. ده نفس القصه، انا مش هدخل العيان وعنده هايبر تنشن جامد او اعراض سيمتال تدي له الفا توتال عشان اقلل بري اوبريتيف سيتريشن. نمره اثنين، لو عيان مش نافع عمليا بنسميه ايه؟ ان فتره او في ناس مش نافع نعمل عمليه طب هعمل له ايه؟ يجيب عليها ياخد قد ايه؟ طول عمره وعنده تيومر مش هياخد يعني تكتب جنبها كده نفس استخدامات الالفا نتايج هي نفس عيال نيو كروم سايكوما مش نافع يعمل عمليه او نافع يعمل عمليه فانا بهيئه قبل عمليه باسبوع او حصل له سبير هايبر تكسر. عارف تلاقي ايه السايد افكتس اللي ممكن تحصل من تحت الالفا ريسبتور؟ اهم سايد افكت يا جماعه دول يمكن هتلاقيها عامه في كل الالفا بلوكرز، ان هي بتعمل بوستشرال او يسموها فورس وستاتيك هايبر تكسر، انخفاض الضغط مع تغير الوضع. انا شرحت الكلام ده قبل كده في الكلاسيكيين وهقوله تاني، ركز معايا. انا انسان طبيعي، ايه؟ جسم ضغطي كويس. لما اجي اقول المنطق يدور ان الدم الجرافيتي ينزل لتحت، فانا يحصل لي هايبو تنشن ويغمى عليا. الكلام ده واقعي ما بيحصلش. ليه؟ عشان لما باجي اقول يا جماعه السيمباتيك عندي بيشتغل فبيأثر على الالفا 1 ريسبتور اللي موجوده في اللور ليمب بلاد فيزل يعمل فيها بازو كونستريكشن وبالتالي يمنع البولينج في الفرصه النظر. فدي سموها على فكره فرصه شرم سيمباتيك. انا عندي سيمباتيك شغال بيأثر على الكوارت بتاع البلاد فيزل في اللور ليمب يعمل لها سبورت يعمل لها بازو كونستريكشن عشان يمنع الدم يفضل بتاعها. طب ما بالك بقى واحد واخد دواء قفل الالفا ريسبتور نايم كويس يجي يقول مفيش بقى الفا شغال مفيش بازو كونستريكشن مفيش سبورت هاي بوتنشن مع تغير الوضع او احيانا يسموه اورثوستاتيك هاي بوتنشن. ايه هي بس؟ ايه تاني ممكن يحصل؟ موضوع التاكي كارد ده موضوع يعني مخيف مرعب. يحصل تاكي كارد لسببين، السبب الاولاني زي ما انتم عارفين معاك فيكس هاي بوتنشن، والسبب الثاني موضوع البري سينابتيك اكتر من كده. ممكن حد يقول لك تاكي كارد ايه ممكن تكون بيرد ولا بيرد هاي بوتنشن تاكي كارديا حد شاطر يا جماعه يقول لنا ليه الدواء ده ممكن يعني ينزل ستاتس؟ ستاتس يعني ايه؟ من غير مكتومه يعني ليه بروزو بلانتيشن ايه علاقته بالموضوع؟ هو الفا بلوكر بيعمل بروزو بلانتيشن وبالتالي ورث سنت العين ده يفتكر انه صوته مطير عشان عنده دايما زكام ويفتكر مكتومه على طول بروزو بلانتيشن. نمره ثلاثه، العيان ده هيشتكي من فيلير اوف ايجاكيوليشن. طب ما هنقول عليها امبوتنس، لا امبوتنس بتاعت زياده البروتين فيلير اوف ايجاكيوليشن، لكن ده عنده ريشن تمام بس ما فيش ايجاكيوليشن. ليه يا دكتور؟ ايه علاقه الالفا يا جماعه بالالفا؟ الالفا واحد زي ما قلنا كانت موجوده في ايجاكيوليشن بقى هي المسؤولة عن عملية الإيجاكيوليشن دي، أنا قفلتها خلاص فين يكون إيجاكيوليشن؟ نظرا لقفلة الألفا 1 ريسبتور اللي موجودة عايز تقول في الباس ديفرنس ماشي في الإيجاكيوليشن الباك ماشي المهم فين يكون إيجاكيوليشن؟ وده يا جماعة يعني الفكرة دي بقى ما يسمى بالصيحة الجديدة دلوقتي حدود منع الحمل للرجال. يعني ممكن الراجل ياخد منع حمل بس مش حس مش حس مش ياخد حبوب تمنع الحمل. يعني الراجل ده ما خلفش. ازاي بقى؟ فيليا اوف ايجاكيوليشن تمام بس طبعا عشان تقنع الراجل المصري تديله دواء ده ممكن تتكلم معاه ممكن تروح لكن دي موجوده يا جماعه ده علم موجود انك تخترع دواء سيلكت الالفا 1 بلوكر على مستوى الايجاكيولات الباك تعمل فيليا اوف ايجاكيوليشن. الدوريين يا جماعه اللي جايين دول حاسسهم مع بعض لان هم تقريبا نفس الكلام عليهم. واحد اسمه فين فولامين والثاني اسمه فولازين.
طب ايه الفرق ما بينهم وما بين الفلوكسيبنزامين؟ الفلوكسيبنزامين كان ريفرس امال دول البروتين المطلوبين كومبليت. يعني ايه بقى كومبليت؟ يعني ريفرس. فانت لو عايز تخرج الديوريشن ده هتبقى اصلا الديوريشن لان هم ريفرس امس اللي انت خرجت مش عمال ما تيجي بقى خلاص انا خليك اقرا حاسس برضه مش هيبقى نفس الكلمه هتقول باي ذا واي طلع الدورين دول ليهم اكشنز ثانيه غير ان هم الفا بلوكر اصلا. يعني زي ما قلت لك كده فوق في الجنوب من زمان دي اكشنز ثانيه ان هو انتي ماسكرينيك انتي سيرتونين انتي هيستامين غير ان هو الفا بلوكر. دول برضه ليهم اكشنز ثانيه غير ان هو الفا بلوكر. ايه؟ نمره واحد باراسيتات وماينات عكس الوعي فوق كان انتي ماسكرينيك ده بيعمل سكريشن بوكس ده او كان بتاع الجوي هانسن والسكريشن بتاع الجوي هانسن مش سيكريشن. عشان كده لو بصيت لاخر صف صفحه بالصفحه مكتوب هيقول لك الدواء ده ممنوع في مين؟ حاجه منطقيه جدا يعني عشان ورث كاتو ماجنتيك ستيميوليت بارس الاغلاق بتقول ايه؟ نمره اثنين انتي سيريتونين بيقتل السيريتونين ريسبتور. دي الحاجه الوحيده اللي شبه الحاجه الاخيره ان هو هيستنيه بريليز. جربت معايا الجمله دي فقط كده شفتها في البدايه بيستيموليت ريليز وبيستنيه فور ماست سيل. عدت عليها العكس ايوه يا جماعه كان عكس الجمله دي كان الريليز بتاع الهستامين في مصر سيلز عشان كده كنت بستخدمه في علاج الالرجي علاج الانفلاكتي شوك السيرجيكال عكس الهستامين ريليز ستيمليت ريليز اوف هستامين في مصر. طب يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده يسري على الفنفلابين والبريزرين؟ ايوه الاثنين زي بعض بالظبط الاثنين كومبيتيتف كونسلتيف الفا بلوكر الاثنين باراسيتاس ماجنتيك الاثنين انتي سيرتونين الاثنين استامين وليزر. امال الفرق ما بينهم ايه؟ يعني الفنتولامين اقوى شويه من التولازمين. احنا صدق يمكن قلت لك التولازمين لسه كوتر يعني الفنتولامين كوتر يعني حاجه زي الفنتولامين حرف كوتر يعني ايه؟ اقوى يعني مش فاهم برضه يعني تقصد ايه يعني اقوى يعني يعني هيعمل اكشنز زياده مثلا؟ اقوى دي يا جماعه معناها ان اقل جرعه تديك ريسبونس عشان كلمه بوتن الفكره يا جماعه جنرال بوتنسي علاقه الافكت بالدوز. لما اقول لك الدواء ده بوتن معناها ان الجرعه الصغيره تجيب نتيجه عاليه بوتن دواء قوي اقل جرعه منه من اصلا انفلامين او سولازولين مس بوتن. تعرف لسه زمان كده انفلامين ليه استخدامين ايه؟ تحدث من واحد في علاج الهايبرتنسيف كرايسيس او الهايبرتنسيف انفيرجنس يعني ارتفاع ضغط الدم العنيد على اساس ان هو نقص الليت الالفا بلوكر بتاع الفيروس في الابر سيرفي اللي هو الضغط. وهنا يا دكتور فرق لك امثله لبني ادمين ممكن يحصل لهم هايبرتنسيف كرايسيس. مين بقى الاشخاص اللي ممكن يحصل لهم هايبرتنسيف انفيرجنس؟ كتبت لك اول مثال عيان في الجمله دي صح؟ انت دخلت ستريس كده بس يا جماعه بيحصل جش وعنده دوبه اصلا فيدوك جاست ستيميوليشن خفيف رش اوف مليون سنتيفولز بتاعت المارين اللي هو صاروا سفير هايبرتنسيف. علاج الهايبرتنسيف كرايس بتاعت الكنترول مخطوطه هي الفا 5 تيروزين ان بي اصلا ده افضل ممكن يتاخد في حالات الهايبرتنسيف في الامرجنس وفي خدت بالك يا دكتور من المثال الثاني اللي بيضربوه كمثال للهايبر تنسيف انفيرجنس بيضربوه ابركت وزدروع الاوف كلورين وانا فاكر المره اللي فاتت وقلنا يا جماعه كلورين واحد من التسعه ولا ايه؟ نيفر ستوب صدر لو قلت مره واحده مش هيحصل ديفاون هايبر تنسيف ديفاون هايبر تنسيف سيفير هايبر تنسيف هايبر تنسيف. فلو حد فاكر برضه المره اللي فاتت يا جماعه لو عيان وقف الدواء في مزاجه وصل له سي في هايبرتنسيف كرايسيس انا برضه ريوزنج اوف ريليف بلس الفا انتريبيتور ده الفا بوكر الفا بوكر بيتاخد اثناء علاج الايه الهايبرتنسيف. يا رب حد يفتكر انجشن اوف تيرامين كونتيننج فودز مع النوم الهيلو بنسميها ايه؟ تشيس رياكشن يا شباب. تيرامين ده كان ماده انسبايرنج سمباكو ماجنتيك تيرامين ده المنقولات بتاعت تيرامين تعمل ستيموليشن للريليس بتاع الادرينالين والنون ادرينالين في الانجن وانت حضرتك كمان نمت نوم كده. طيب كده عملت ريليس كده الادرينالين والنون ادرينالين سميناها حاجه شبهها كده اسمها تشيس ريليس.
عن النووي. هل الاستخدام رقم واحد؟ 2030 مستخدم في حالات السوبر هايبرتنسيف امرجنسي او سميها هايبرتنسيف كرايسيس او هايبرتنسيف اوفر شوت زي اللي بيحصل في حالات الليكوزايتوما زي اللي بيحصل في الصدمه والدرور والكوزين زي اللي بيحصل في التشيس ريكشن. الاستخدام رقم اثنين ده عدى علينا برضه قبل كده. يستخدم يا جماعه او بيتحقن بمعنى اصح لوكالي لو حصل لا قدر الله اكسترافازيشن من النور ادرينالين. النور ادرينالين يا جماعه لما كنا بناكله بقول لك ايه بيتحط على الحلول بس في ثلاثة ديكوشنز. نواتج ستريت لانترنيوز وعادك تهددها لو في نقطتين طلعوا بره الوريد. ليه؟ سيفير فازو كونستريكشن وسلامنج ونيكروزس ايفن بالجرين. لو يا جماعه حصل كده لا قدر الله قبل ما يحصل بالجرين يعني السيفير فازو كونستريكشن ده انا ممكن اضمه اللوكال فكره. ولو رجعت للنوت ادرينالين السايد افكت بتاعته هتلاقي بتقول لك كده. اف اكسترافازيشن بيعمل اسكيميا ونيكروزس ومش عارف ايه قوسين تريتمنت ايه؟ لوكال فكره. لو ده خطوه خلاص هيفضل الاكشن بتاع اللوكال. لو تحققته ممكن تلحق الموضوع. هذا الاستخدام رقم اثنين. تعرف كده ممكن تقول لك ايه؟ دول الزميل اخواتنا هو مسكه ان هو سيلكتيف على حاجتين في الجسم يعني هو بصمه اللي بتاثر بوتا نفس اللي بتاثر بوتا بيعمل بصمه ليشن مفروض في الجسم كله بيعمل حاجه ليشن نفس القصه بالظبط بس هو سيلكتيف اكتر على مستوى البلمونري والبلمونري عشان كده اخواتنا ممكن يشتغل في علاج البلمونري هاي بارتنشن وده على فكره يا جماعه موضوع البلمونري هاي بارتنشن ده غالبا بوتا كونجنتال ديزيز يعني هو اكتر في الجمهور اللي هم العيال السنوية كونجيتا هارت ديزيز عمل لك ريفليكشن للبلد في البلمونري سيركيوليشن عمل لك بلمونري ريفليكشن في اكوايرد طبعا في اسباب مكتسبه ممكن تعمل بلمونري لكن هو اكثر في اليوتيوب هو بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايلاتيشن سبيسيفيك في البلمونري بلد بيزنس وبالتالي بيقلل الضغط بتاع البلمونري بلد بيزنس مين؟ عامل البلمونري الحته الثانيه دي هي عايزه ايه؟ مستخدم تو فيجواليز بريفرال او بيست blood vessels during حاجة اسمها arteriography. كلمة اللي معها arteriography اللي هو تصوير البارتلز في الجسم. دي بتتعمل ازاي؟ بتدي العيان سمكة مادة. المادة دي بتكون له في blood vessels. حلو؟ نسيبه شوية. المادة دي بتتوزع يا جماعة في الجسم كله. أي blood vessel في الجسم بيوصل له المادة. وبعدين تجيب العيان ده صورنا فيلم اكس الماده دي بتثقب البلاد بيزلز يعني المفروض لما تيجي كده تبص على الفيلم في الاخر تلاقي فيلم لونه اصفر زي ما احنا متعودين كده واللي مرسوم اللي باين الشرايين بتاعته مرسومه كده فانا كده عملت ايه يا جماعه؟ عملت عمليه تصوير للارض اسمها ايه؟ ارتريوم بس في مشكله بتقابلنا اللي هي ايه؟ كل ما البلاد بيزلز يصغر كل ما تكون السبب هو ده بيقل بيبان ممكن البريفرال يبقى البلد بيزنس الشعارات البسيطة قوي دي مش عايز أوصلها سبب كويس. طب أنا عايز أوصلها سبب كويس عشان تبني مش أعمل إيه؟ إدي تستخدم هاز أبريفرال بازل ريليشن علشان الديستنت بلد بيزنس يحصل فيها بازل ريليشن وبالتالي أشوفها فيجواليز أنا أشوفها أثناء إيه؟ أثناء عملية الأرتيريوم. فإحنا ممكن نلخص تولز ريليشن في الاثنين اثنين بحرف الـ بالمونري وبريفرال. بالمونري بلد بيزنس بازل ريليشن وبريفرال visualization of distant blood vessels during arterial. تعرف كده السايد افكتس بتاعتهم؟ ثبت موضوع الهايبوتنشن. ثبت مش هو الحقيقه سواء كورس ستاتيك او بوست ستاتيك. يعني تاني بلاد جاب يقول يا جماعه المشكله الازليه بتاعت كل الضمس اللي نفس التفسير بتاع كل الهايبوتنشن جاب بيعمل في الهايبوتنشن جاب لكن هم رانس اللي تبقى الفضوخة اللي في الجري سنة في الأسر فيه تزاول من الأدريليز وانت أفلو أصلا نقلت هيشتغل على بيتا نفس الحكومة في السنة في الموضوع تسجريت وشو يقول لك تاكيكارديا بريزميا جاينا سكيميا إيفن مايوكارديا فرش الموضوع عن زبوط الشغل على بيتا واحد قوة على مستوى الجي اي تي ممكن يحصل شوية نوزيا شوية أبدومنا بين شوية أبدومنا كرانس مش فرص بس ممكن كونتراكشن يعني شويه الم شويه مغص شويه مش عارف ايه ويعمل اكسسبريشن اوت ايه يا جماعه كلمه اكسسبريشن؟ اكسسبريشن يعني يفكر الموضوع يعني يوحش الموضوع يعني
بياخدها علاج والدنيا ماشيه، الدنيا امورها كويسه. لو خدت دواء زي ده يحصل له استريبيشن، يرجع يشيل الارض تاني، المرض يتفاقم عنده مع اصلا. ليه اخواتنا ايه العلاقه؟ زي ما احنا قلنا ان هو فيروس بتاعته. المشكله هيقول لك الكونتر ابليكيشنز بتاعته مجموعه في حاجتين، كورونا هارت ديزيز. ايه كورونا ديزيز دي؟ امراض الشرايين التاجيه اللي هو الاسكيميا والانجينا، ينفع؟ ينفع ده بيزود كل الفرق الكورونا، بيزود الويل. فهو نفسه ممكن يعمل ايه؟ ممنوع طبعا. وممنوع في حاله بنت كانسر لانه فيروس. مجموعه الادويه اللي بعد كده موضوع مهم برضه اسمه اير بوت الفاويد. مع الايربوت الاسرائيلي بيكون عباره عن هايدرو الكوليك اكستراكتس فروم ايربوت فانجس. فانجس اللي هو فضل ينزلها في المعامل ويشتقوا منه مواد يسموها ايربوت الكوليكس، مواد اشبه حلويه. المصدر بتاعها فضل اسمه ايربوت. يا جماعه كلام عام هيتقال لكل الادويه اللي احنا هندرسها تحت عنوان ايربوت الكوليكس. وبعد كده هنخش في الادويه اسمها وكلمة واحدة تحتها. في كلام عام في الاكشنز وكلام عام في الكونتراكتيفيتي. ايه دول يا دكتور؟ دول عبارة عن كتب أنا بدرسهم دلوقتي تبع عنوان كبير ليهم ألفا بلوكنج افكت. الغريب في الأمر بقى الصف الثاني. أنا كنت متوقع دكتور لما تقول ألفا بلوكنج زي اللي فاتوا الناتج هيكون فاسو دايلاتيشن ولا فاسو كونستريكشن؟ هيحصل فاسو دايلاتيشن؟ لا. لما يجي يا جماعة ليها دايركت فازو كوليستريكتور افكت بسبب مين؟ فاكر ده معاك في الكلام؟ السبب الاولاني ان هم بيشتغلوا على مستوى الكوليستريكتور از بارشيال اجنس. لازم تفهم بقى المعنى ليه معنى ايه؟ كلمه بارشيال اجونست معنى ايه؟ لما اقول لك الدواء ده اساسه الفا بلوكر ويز بارشيال اجنس افكت معنى ايه؟ معناها انه اول ما يمسك في الريسبتور بيعمل ستيميوليشن ولو سبت شويه بين الفيلم المنظر ده نسمي الدواء ده بقى ادونست ولا نسميه بلوكر؟ نسميه ايه؟ انا هسميه كل كده الفا بلوكر ويز بارشيال ادونست يعني من اول ليه ستيميوليشن لو استمريت في اخدامه بيعمل ده السبب الاولاني. نفس الفكره اللي بعمل بيعملها على مستوى السيروتونين ريسبتورز سيروتونين نفس القصه بالظبط بارشيال ادونست على فكره السيروتونين برضه بيعمل بصمه. فانا بتقول لي الايربوت بيعملوا ازاي فازو كونستريكشن في الاول انا قلت لانه بارشال ادونس في بارشال ادونس افكت على مستوى تو ريسبتورز على مستوى الالفا ريسبتورز وعلى مستوى السيتيك قلت لي بيعمل لي فازو كونستريكشن لكن في الاخر خالص هو حاجه الفا بلوكر فالكلام يمشي مع بعض هو الفا بلوكر ويز بارشال ادونس افكت وبالتالي ممكن يعمل فازو كونستريكشن. رقم ثلاثه المواد دي برضه اللي بتطلع من الاكل الفانجس يا جماعه بتشتغل از اوكسيتوسك. كلمه اوكسيتوسك افكت لما اقول لك الدواء ده اوكسيتوسك افكت جاي يا جماعه من كلمه اوكسيتوسك اللي بيعمل ايه؟ رايت كونتراكشن. فكلمه اوكسيتوسك تعني يوتراين سيجنال دواء بيعمل رايت كونتراكشن ودي حاجه طبعا مش حلوه فيه هتخليه ممنوع بص كده في الكونتراكشن الصف الثاني هتخليه يروح ايه؟ البريكنس لانه ممكن يعمل اظهار ممكن يعمل ابورشن واحده كانت في الاول خدته وبراد كونتراكشن نزلت كانت اسمها كلمه اوكسيتوسين. نمره اربعه الاكشن الاخير دوبامينرجيك افكت يمكن مش
كلهم يا جماعه في دواء وحيد فيهم اللي هو اخر واحد هنلمسه خالص في الصفحه اسمه برومكريبتين. هذا البرومكريبتين ليه دوبامين لايك اكشن. كلمه دوبامين افكت يعني بيشتغل زي ايه؟ بيشتغل زي الدوبامين. حد كده يا جماعه دوبامين في المخ سيكوريا وسيكوريس اكتب على مستوى البيبي ده كده كان انتي باركنسونيزم هكتبها اهو. انتي باركنسونيزم على مستوى السي تي زد الدوبامين كان بيعمل ديبريشن فيعمل نوزيا فوميتنج. اهم الموضوع ان الدوبامين كان برولاكتين كان برولاكتين فهيقلل الليفل بتاع البرولاكتين وحتى كمان يقول لك الدواء ده ممكن يمتد الاكشن بتاعه لامام الكمبيوتر هرمونز زي الاستروجين. البرولاكتين ممكن يجي الاستروجين. بقول الكلام ده بس عشان لما نيجي نشرح بعد شويه استخداماته ونستخدم استخداماتين، لان البرولاكتين رقم واحد بيشتغل عليه باركنسون. ليه؟ لانه ليه دوبامينرجيك. دوبامينرجيك كان بيشتغل زي الدوبامين. نوزيا روماتيك انتي باركنسون قال البرولاكتين قال البرولاكتين. ايه الكونتر ابلكيشن؟ الدواء ده يا دكتور هو الفا بلوكر الفا بلوكر بس بتاع الاستريشن. فانكشن بيعمل لي باصو الاستريشن. لا يجوز. ان انا استخدمه في احوال مرضيه فيها باسكو ريستريكشن زي مين مثلا؟ زي عيان بريفر باسكر ديزيز هو نقص هو اساسا عنده باسكو ريستريكشن يعني لو يعمل في الاول باسكو ريستريكشن بعد كده بريفر هو انا عامل نفس كده ليه؟ بدي اخد بكره على طول. عيان عنده هايبر تنشن خد دواء من دول هيعمل له باسكو ريستريكشن في الاول ستيبيوليشن يعني بيزود الضغط قلب بعد كده بيقفل. عيان يا جماعه الكورونا اللي هارت ديزيز عنده اسكيبي في الكورونا هيعمل في الاول استيميليشن باص كونستريكشن بعد كده يعمل واحد هيرد عليا ويقول لي هيقول له معلش الكورونا دي ما فيهوش رد صح؟ بس في سبيل هيحصل كده ممنوع يعني بيعمل انيشال باص كونستريكشن سواء على مستوى الضغط السيكتور او السيكتور وبالتالي هيبقى ممنوع برضه ان الكورونا دي تقعد ليه يا جماعه بتاعت البريجنس كلهم اوكسيتوسين ما عدا اخر واحد بس اللي هو كلهم ممنوعين على البروكريتين لان ليهم اوكسيتوزيك افكت يعني بيعملوا ايه؟ بيفاين كونتراكشن. طبعا لما نشوف هم اربع انواع او اربع ريفات يا شباب هم اربع مشتقات من هذا الفنجس كل واحد تعرف جنبه استخدامه وشكرا. هو الكلام في العالم جنرال اكشنز والجنرال كونتراكت فانت اعترف لي هم مين؟ سميهم وجنب اسم كل دواء تعرف استخدامه الكوتامين ده يمكن اهم واحد. كلمه مكتوبه في الاول كده في الصفحه بتاعتك فورلي ابسورب دي معلومه مهمه بس انا عارف انا بس في الدواء ده بيشتغل ايه؟ هو يا دكتور كلمه يعني لسه عليه كل الاكشن بس هو مميز نبي يعني الحته اللي هو فيها مميز في الاربع اكشنز دول انه ضايق تفاصيل وبرسبكتيف من الاكشنز الثانيه بيعملها برضه بس مش يعني كده ده كده with moderate absorption, moderate oxytocin. حتى اخترعوا منه دواء سنتيتيك يقول لكم يا جماعه ايه فيتامين؟ فيتامين شوكي. طلع من الفنجس اسمه ايه؟ انا عدلته وصنعته وصممته كده سنتيتيك يعني عشان ينفع منه تجربه اسمه باي هايدرو كيربوتامين. ايه ريسكو ده عن الفوق؟ ايه ريسكو عن الفيتامين العادي؟ هو مور موتريت. يعني متخصص قوي في الوزن فيري باور فيري جود باظ كونستريكتور ويز مينيمال اندر تنشنز يعني حاجات ثانيه ما بيعملش قوي. فتعرفت نشوف الايكوتامين والسنتيك ريبا بتاعه اللي بيعملوا باظ كونستريكشن ده انا ممكن في الطب استخدمهم في ايه؟ الايكوتامين انا على فكره دواء من ضمن دوائين ايه؟ في الطب كله بيشتغل هذا الاستخدام. بيشتغل في علاج الاكيوت اتاك اوف مايجرين هيدك. في وقت بقى المايجرين هيدك عشان اشرح ورق هو الصراع كيس. انا بعد كده التصوير ده بقول تعالى في شابتر سي اس بس انا مش هينفع استخدم السي اس عشان شابتر بي انا هشرحه دلوقتي مره والسي اس مره ثانيه. ازاي يا جماعه ما يجيش يعني الناس بيحصل لهم صداع مصري رهيب وصفه كده سيفير روبن فين يقول لك روبن يعني بسيط بس روبن مصري الناس دول يا جماعه لسبب او لاخر بيحصل لهم سيريبرال فاسو كونستريكشن. الناس دول بيحصل لهم
لسبب او لاخر سيريبرال فازكولس. ايه هو السبب اللي بيخلي الناس دول يحصل لهم فازكولس فيشن وناس تانيين ما يحصلهمش؟ الله اعلم. طلعت يا اخوانا البطن لما تاخد بقى ان شاء الله في النيورولوجي طلعت نظريات تحصل. النظريه قالت لك ده فاميليا تندنس، يعني في عائلات ماشي فيها الجين بتاعها. في ناس قالوا كده. ناس قالوا بقى ده الديفاك فيشنز بتاعت السيريبرال بتاعتهم سنسيتيف قوي للكالسيوم. ناس تانيين قالوا لا ده حاجه اسمها سيرفين تيري. كانت هرمونك مش عارف ايه، كانت كتير كان، لكن السبب الحقيقي مش معروف. خلينا بس نتكلم في السيناريو باقي باثولوجي يعني. ناس دول بسبب غير معروف، ناس دول بالذات بيحصل لهم سيليكون فازوكونستريكشن اللي بعد الوضع. فازوكونستريكشن ده يعني اكيوميشن اوف بيتا كوايتس. مش ده المكان. البيتا كوايتس عماله تتراكم. الاكيوميشن بتاع البيتا كوايتس ده بيجبر البلاد بيزلز يحصل فيها فازودايليشن، لاند فازودايليشن. في كده لما كنت بقول الادرينالين بيعمل كورونري فازودايليشن ازاي؟ بسبب ايه؟ ميتا 2 فايرس واكيوميشن في سبوبايز. المبدا يا جماعه بتاع الفايتال اورجنز هو البارت والبرين اشتغلت كتير واديتني مطالبات كتير انا هعرف وازود لك السبوبايز. انت اديتني مطالبات كتير هزود لك السبوبايز اعمل وزر. فالسيناريو يا اخوانا مش كده. فازودايليشن اللي بعد الوقت الكيميليشن في التابوبايتس يحصل للبلد يعني 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 يحصل للبلد يعني يحصل للبلد يحصل للبلد. خد بالك يا جماعه ان مرحله الفازو دي هي اللي بتعمل صراع، هي دي المرحله اللي العين تحس انها بتنصيت تحسس فينا براسنا سموها كده. بعدين يا جماعه بيحصلوا اكيد الامتحان اللي هم يجيبوا. طب انت عايز اقول لك حاجه مهمه جدا برضه، ان عين الصراع النصفي مش طول عمره عنده صراع نصفي، دي بتشوف التنس. التجديع عباره عن لما بيحصل ايه في وقت لما بيحصل بوزيتيف بيحس بايه؟ بيحس بصداع. امال يا دكتور مرحله البوزيتيف ريستريكشن العين بتحس فيها ايه؟ حاجه يا جماعه بيسموها المرحله دي بيسموها كوره. يعني مقدمات عيان مايجرينتي بيعرف نفسه في شويه اعراض تعود عليها لما تحصل يقول لك استنى السن دلوقتي بس وانا هخش الكتاب. الاعراض دي يا جماعه سببها سيريبرال فازكولار سيريبرال. يحس بايه يعني؟ بالنسبه للمثال يعني ممكن يحس بينوزل بوك. يحس بشويه بيمبو بيمبو يحس ان هو مش مظبوط عنده تريبلز متوقع. سبب الكلام ده اللي انا بشرحه ده سيريبرال فازكولار سيريبرال. لبعض الوقت بعد كده يخش الكتاب اللي هو صباع الرهيب الذي لا يعتمد. الفيلم ده كله على بعضه يا جماعه ده رسمه ده عنوانه مايجرين هيدك. اذا مايجرين هيدك بتبني يا اخوانا على تو ستيجز. خطوه رقم واحد سيريبرال فازكولار سكشن بسبب الله اعلم ايه المعنى. بعد الوقت سيريبرال فازكولار سكشن ممكن ياثر على النظر، ياثر على الكلام، ياثر على الحركه، فازكولار سكشن اسكيب في البرين حته معينه. شويه حاجات كده الاعراض بنحاول نقول عليها اسمها قولها. قول عليها يقول لك انا عارف نفسي هو فاهم معاك عرب كده بتجيله بيعرف ان هو هيخش. بعد كده يحصل اكيوميشن في قضايا باسل دايلاتيشن بيحصل له اكيوت انتيك. حلو؟ طب اسالك سؤال. واحد دلوقتي عنده في الوقت الحالي عنده اكيوت انتيك مايونتيك، يعني عنده ايه؟ عنده سيريبرال باسل انا عايز اعدي. هديله ده يعمل ايه؟ يعمل باسل دايلاتيشن حتى الضغط. اذا العلاج بتاع الاكيوت انتيك بالعرض اعمل فازوكونستريكشن. صح كده؟ طب يا دكتور لو عايز معلش يا جماعه ده ممكن يكون تقيل بس هكمله شهر نفسين بس بحب اقول المعلومه كده. لو حابب اوصف حاجه للمريض ده هو بحيث ان هو اصلا ما يخشش بقى في مايجرين اساسا عايز يعمل حاجه بريفنشن. انا عارف ان هو بيجيله اتاكس انا عارف بقى في حاجه تمنع حدوث المايجرين اساسا. لو عايز تمنع من يحصل له فازو دايليتيشن يبقى يمنع من الميه اللي سببها فازو دايليتيشن. فانت لو عايز تحمي العيان من الحدوته من اولها، لو عايز تحميه يعني بريفنشن يعني امنع حدوث الفازو دايليتيشن ده. صح ولا ايه؟ كده بريفنشن. يبدو يا اخواتنا ظاهريا ان التريتمنت اوف اكيوت اتاك اند بريفنشن عكس بعض. فعلا عكس بعض. انت لو عايز عادي في الكتاب اعمل الوزن مظبوط. لو هو عنده الوزن مظبوط عاوز تحميه اصلا من ما يخشش اصلا في المايكروفون يبقى الدواء يمنع حدوث الوزن.
طيب عشان ما نطولش عليك في الكلام، خلينا نقول ايه الوضع في المتابعين في الفيلم. كلمة يا جماعة قلنا يا بلاش، هو موتك هو موتك يغيرك اتموسفيرك، وبالتالي لو اديته هيعمل وبالتالي هيعاني. عندك هنا تو اوبشنز، يعني لو عايز تقول عندك لما تحس بصداع نصفي تبقى خد الدواء ده. عندك تو اوبشنز في اللقطه دي، يا اما تديله الدار هاندرو الكوتامين اللي هو الدواء السبسيتك القوي انترافينوس او انتراماسكولار، صح كده؟ ليه انترافينوس؟ ليه مش اورال؟ اورال مش هينفع، فانا هقول له انت اقول له لما يجي لك اسمع خد الدواء ده. يا اما لو عايز تديله الدواء ده اورال اديله في مرحله الاورال. وعلى ما يمتص اصلا هيكون وصل ليه؟ انا عشان اتاكد من هناك انا هرجع له اوبشنز. اقول له لما تحس بصداع فعلا خد الدواء انت وبيس، خلاص هيشتغل فعلا. لكن بما ان الدواء ممكن يحصل بالدورة دي، يعني بياخد فتره على ما يمتص، فانا ممكن اقول حاجه ثانيه. الحبايه اللي باخدها وقت ما تحس بالكوره، معروف ان انت بتتعامل عليها وقت تحس بيها، خد الحبايه. عم تمتص يا جماعه الحبايه وتوصل الجسم هيكون تحت الاكتاف يبقى كده شغال. هو غالبا هو بيحصل بروتينين او بروتينين في سبب تسعه بقى في الجميل دي، يعني من سنه 18 19 بروتينين اللي التدريب برضه مش معروف بعد 25. وفي ناس بتقول ان هو يعني في ناس بس بتقول ان هو نظريات يعني تقريبا وبين بعد كده مش عارف العلاقه. يمنع كافيين على فكره بيضيف ده ليه فيتامين خاصيته. خاصيه رقم واحد انه بحسن الابزورشن بتاعه. انا اول ابطش. رقم اثنين الكافيين بوتنشال ده اكشن، يعني بيزود الماس برودكشن بتاعه. يخليه ده يعني صح الصح ده. يحسن الابزورشن لو حد سالك يعني الكافيين وظيفته ايه؟ بيحسن الابزورشن وبيحسن الاكشن. ماس برودكشن. اسمه تغير كده، حتى لو لاحظت الاسم نفسه نصه كافي كافيين والنص الثاني ايربوت كفر بوت كافيين وايربوتامين. ده اول واحد ايربوتامين احفره في دماغك بقى، لانه دواء نادر. في دواء ثاني بس عملته في المنهج ده بيعالج الاكيوت اتاك. لكن يا جماعه الموضوع بروبلكسس كتير، بروبلكسس في ادويه كتير بتتاخد، لكن يعالج الاكيوت اتاك حاجه نادره. انا قبل ما اخش بس الدواء الثاني انا كنت مستني حد يسالني سؤال بس ما حدش سال، فانا هساله لنفسي واجاوب عليه. هعمل نفسي انا فاهم يعني واسال نفسي. دلوقتي يا دكتور عيان عنده ارتجاع تام صح؟ عنده باظ ورقي. انت هتدي دلوقتي الايجو تامين هيعمل باظ ورقي. ممكن يعمل باظ ورقي حته سليمه ولا ايه؟ بس ده بيحصل تاني. مفيش طمنك يعني ان هو ايه هو السؤال؟ احنا عندنا يا جماعه في الطب ملايين الادويه اللي بتعمل باسكو ستريشن. هو قبل ده بقى يعمل باسكو ستريشن بقى؟ احنا مش معنى ده بقى اللي بيستخدم. بس ده يا جماعه ايه اللي بيعمل؟ انا لازم هو بيعمل باسكو ستريشن سيلكتد باسكو ستريشن ان فايليتد بلاد بريسنس. يعني لو حد سليم خدم مش هيحصل له حاجه. هو بيعمل برازو كونستريكشن سيلكت بيسموها ده اللي بيخليه مميز. سيلكت برازو كونستريكشن اونلي ان مايليتد بوليسس. ده هو حد يتسال عليك يقول لك ازاي يا ابني طب ممكن يعمل برازو كونستريكشن سليمه ويعمل لك مش عارف ايه ده؟
ايوه فعلا. هو هات له حبايه واحده مش هات حاجات متكرر عشان يخش محطه الدبيشن. ده سؤال حلو. هو دراعك الاول بيشتغل بارشل ايوه بس الدبيشن كله باي الدبيشن. كلمه فول باي الدبيشن دي لما هات متكرر. انا مش هقول عليك كده. انا هقول لما يجي لك صداع وتاخد حبايه فرص كله. شكرا. او كنت فوق مش هتشحن فتره مستمره عشان تخش في محطه الدبيشن. ساعتها انا ممكن اوصل بقى الكم كفر بوت ده اقول له كله في الانتاج مش مضطر ياخد الكوره. يعني الكفر بوت نفسه لو هديه له اقول له كله في الانتاج. لكن هديله الفيتامين كده من غير كافيين انا هقول له كله في الكوره. الدواء الثاني يا جماعه اسمه ايرموميترين. ايرموميترين ده دين الفرد انه انقذ حياه ملايين. الدواء ده يا جماعه يسيب كل الاكشنز اللي احنا قلناها بتاعت الكود الفاصل والفريشن والاوتوكر ومش عارف ايه وايه ويمسك حته الاوكسيتوسين. في مره اوكسيتوسين اكشن ويز مودريت هارت اوتوكر مودريت فاصل والفريشن هو مين اللي يعني حتى طلعوا منه بديل سنسيتك هم صنعوه عشان يبقى اقوى منه حتى اسمه ميثايل ميثايل كيفي معلش يا جماعه كلمه ميثايل ما صحيتش فيها هو اسمه ميثايل ايرفو. دواء قوي جدا بيعمل انترايت بيعمل دواء اكشنز اه بس بايت. طب انا كنت عايز اعمل بيقول لي كارت بريجنسي كارت بريجنسي بس بيشتغل بعد الولاده. يبقى عشان يمنع يا جماعه حاجه اسمها بوست بارتم انجلش نزيف ما بعد الولاده. يبقى بوست بارتم انجلش طبعا هي حاجه لو حصلت هنبطل طبعا ثواني معناته التكليف بتاع الراجل يا جماعه زمان اسمع كده زمان بقى زمان قوي لو انت في الانترنت مهم بس ما اه كان شيء عادي ليه الناس بتعمل عادي يعني شيء عادي. طب يا دكتور لو انا عايز اوقف النزيف اللي بعده ده اعمل ايه؟ ايه اللي بيوقف النزيف؟ اعطينا ازاي؟ دلوقتي يا جماعه سبحان الله مصر بتاعت اليوترس هي
بعمل ايه؟ واحدة خالي جاية لي جوزها كده طلعوا اتفسحوا وراحوا السينما وقال لك طب ما مين بتفضل تلعب دي؟ يعني مين نزهة عادي؟ انت عارف عيلتك مش بره بقى واحد وشويه ولا واد صغير عمال يعيط. عايز رومانسية. الناس جاية السودان عادي ابتدى حمل يجيب حاجه بس تطلع فيه وتطلع فيه زي الفل. فدي دي رقم اثنين. لا تعالى بقى اسمها بقى الزغاريد بقى من الكلمات بتاع النبي دكتور الناس بتاع عشان يسمي ابن ولا الراجل اسمها كاريبنا اسمه ايه؟ ولما تكون وانت بتحصل مثلا تيجي وهي بتلاقي الست مثلا خياطه يعني تجيب بقى الصوره بتاعها لا جابوا تاني. تحس ان البيت مش بتصير صوت يعني مش بقى عيانين بقى وعيانين تموت وعمال يرجع عارفه في عيشتك. دي طبعا فين؟ ايه مربحه؟ بتتكلم براكتيكال. لكن ده العيوب ستريس فور بمعنى ان انت قلوب ذا تايم اندر كول. واحده بتولد جالها مزاج تولد الساعه 3 الفجر. لا استنى الصبح. وانت قدامك. لو رفضت مره يعني لو قلت لها مش هجيب. انت ما فقدتش العيال خالص. فقدتها واختها وبنتها هو اللي اجتمع معاك والشارع بتاعها وعيالها كلها كده خلاص مش هستنى. فانت مش ولي امر. نبقى اثنين علم تاني فيها unpredictable communications. المدرسه يا جماعه زي ما كنت السيتيشن اللي هو بيمارس الاداره في 3 بلاك ثينجز. ثلاث احلام سوداء ممكن نشوفها في حياتنا. من ضمنهم 3 بلاك ثينجز دول وسط بطل حاجه يا جماعه بتقول اسمها اتوميك وسط بطل. يعني الفطرس لا يستجيب للانبوت. لو عملت كده لو طبقت دمه كده دي ممكن تفقد تلبس السيركيوليشن تلبس السيركيوليشن بتاعتها فقط وما صبرتش. حلها الوحيد افتح في ثانيه عشان يلف قدام الشاشه. انا قررت قرار صح جدا مش حد هيتقبله بسهوله. لكن ده من ضمن يا جماعه الحاله السوداء اللي احنا بنشوفها. مش عايز حد فاضي ايه يحسب قوي يعني في بدايه لما نشوفه برضه يعني هو البوست برضه حاجه مرعبه. حاجه مرعبه. لو قيصري هيكون برضه فيه برضه بطاطا هيمرش؟ لو الولد قيصري هيكون فيه هيمرش برضه؟ عنده هيمرش تتحكم فيها كده كده لازم تعمل اتنين يعني لازم اليوترس ده يكون فاكر. اليوترس ماكسيم هينزل سواء ولد طبيعي او ولد قيصري. المكان البلاسنتا هيبقى لكن هو الكنترول بتاع البليتنج السيزيريان سيكشن بيبقى اسهل. يعني انت فاتح يا اما خشاك اليوترس حتى انت بتعمله كومبليشن مانيوال على ما تجيب بلط مثلا وتسمع يعني يكون بقى الامور احسن. لكن الفاجينا الموضوع صعب خاصه لو هي بقى واقفه في البيت ولا معدنيه ولا حتى بعيده او في مستشفى في جنب قصص كده. خلينا نخلص الباب عشان نوزع نوزع المقارنه. ده رقم ثلاثه اسمه ايربو شخص اللي هي بتوصل يا جماعه باور فود اطلب نور. ركز معايا بلاش من الترتيب اهو. اول واحد ساب كل حاجه وخد بوز بريستريكشن ايه كل ده؟ استنى معايا ده الدور الثاني ساب كل حاجه وماسك بوز بريستريكشن عارف يوصل بطل نور. الدور الثاني ساب كل حاجه وماسك اطلب نور مظبوط ولا ايه؟ اكتر حته بيعمل فيها بوز السريبرال بلاد بيزنس بيحسن السريبرال بلاد بيزنس برضه منه دواء سنتيتك اسمه براي هايبو ايربوت خلاص مثل ان هو سيلكتف شويه على اشخاص السليبر الغلط بس وبالتالي بيحسن السليبر الغلط حتى استخدامات الجماعه خدت على السمايل ديمنشن سمايل على السن ده ما هو مش هيشوفها في هيبقى في السن حاجه كده شبه الازهار بس سببها اتبص عليا يعني انت ينسى ما ركزش قوي مش عارف يبقى نايم وكده كده الحاجات دي ممكن تحسن اعراض تزود السليبر الغلط وتزود اللي هي سيلكتف مش تبع السليبر الغلط. اخر واحد اسمه روم كريتيريا. برومو كريبتن يا شباب ساب كل حاجه برضه ومسك حته البرجرشن. يبقى انا عايز اقول لك من اول مباراه ان البرجرشن الاكشن بتاعت الفيلم اتكررت في اربع اكشن. في اربع دريفنج كل واحد متخصص في حاجه. وبعرف الحاجات الباقيه. ايه الفكره؟ دوباميرجن يعني هيعمل نفس الحاجات اللي احنا قلناها فوق دوباميرجن دوبامين لايك يعني. عشان كده ممكن استخدمه في عمليه الماركتنج. سؤال محرج معلش هو الدوبامين نفسه مش بنستخدمه في الماركتنج يعني. بيشتغل زي الدوبامين تاني بيستمر في الدوبامين زي ده بيشتغل على الدوبامين
بيسمي الهيت البرولاكتين. هو انا دكتور انا محتاج ان الهيت البرولاكتين بحب اعمل ايه؟ بحب اسبريس اللاكتيشن. بحب اسبريس اللاكتيشن. درينك وين؟ طعم. انا رحت لاكتيتي وكملت سنتين. خلاص عايزين بطل. لازم تتحرك تقلل البرولاكتين عشان يخش. برضه استخدم عشان ينهرت البروتو هرمون. عارفين يا جماعه مرض زياده البروتو هرمون. شي اس فيز جايبر تيس اند ابتو ميجاني. لو ده هناخده على فكره تاني تعريف البروتو هرمون ده. تيس وشابتر سي اس تعريف البروتو هرمون ده. استخدم تعريف ابتو ميجاني. انا حاول بس يا جماعه الناس اللي هم Thank you.